لكن الحمد لله كابتن عمرو انور عامل ما شاء الله فريق مميز، فريق شباب النادي الاهلي مواليد 99. تعالوا نشوف لقاءات ما بعد فوز الاهلي بثلاثيه على فريق غزل المحله مع الكابتن عمرو انور ولاعبي فريق شباب النادي الاهلي. مبروك علينا كلنا، اول مباراه في الدوري، اول ثلاث نقط مع فريق كبير، فريق محترم يعني. قدرنا نأدي مباراة قوية، يمكن حصل بس شوية كده تعثر في الأول الهدف اللي دخل فينا، بس الحمد لله الولاد يعني قدروا يعوضوا الجون بسرعة على طول، وقدرنا ننهي الشوط الأول متقدمين 2-1. الشوط الثاني عملنا شوط جيد جدا وقدرنا ان احنا نجيب الجون الثالث، وضيعنا اكتر من فرصه. بالنسبه لي الاداء مش مرضي قوي يعني، يعني انا طمعان في اداء افضل من كده واحسن من كده، انما كبدايه النتيجه كويسه جدا، ثلاث نقط مهمين من فريق كبير. اعتقد ان شاء الله باذن الله المباراه دي هتبقى يعني بدايه الطريق بتاعنا ان شاء الله للبطوله باذن الله. اولا الحمد لله على الجون اللي انا جبته، اول جول ليا في الدوري، وان شاء الله ما يكونش اخر جون وكده، والواحد بينافس ان هو يكون هداف الدوري ان شاء الله السنه دي، واهم حاجه البدايه يعني، اهم حاجه المكسب ده يدينا دفعه المكسب الجاي، ومكسب بيجيب مكسب يعني ان شاء الله. الحمد لله على المكسب والهدف، بدايه ان شاء الله كويسه لحصد اللقب ان شاء الله، نكمل السنه اللي فاتت لما ما كملتش، والحمد لله على ده النهارده وعلى المكسب وعلى الهدف ان شاء الله يعني الحمد لله. احساس طبعا ما يتوصفش، الحمد لله. بدايه اول ماتش اجيب احرز الهدف الثاني، فدي كويسه تديني دافع ان شاء الله اقدم اكتر واكتر الماتشات الجايه الحمد لله، والحمد لله على الاداء. الحمد لله احنا بقى لنا فتره ماشيين على اللي كابتن عامر بيقول عليه، وبنلعب ماتشات وديه، وطلعنا فتره اتمرنا مع الفريق الاول، والحمد لله كانت بدايه كويسه، وان شاء الله ناخد الدوري السنه دي. الحمد لله على الفوز، اول ثلاث نقط في بدايه الدوري دي بتديك دفعه كويسه للموسم، بدايه موسم، هي دي هو ده النادي الاهلي، احنا اتربينا على كده يعني، واحنا كنا رسمين كذا سيناريو بقى يعني، اولنا مثلا اول خمس دقايق ممكن يخش في جول، انت تجيب جول ده اللي احنا كنا متكلمين عليه، دخل فينا جول قدرنا نعوض في نفس اللحظه الحمد لله، ما ضيعناش وقت وجبنا الثاني، وفنشنا الشوط الاول احنا اللي احنا المتقدمين، اديتنا دفعه الشوط الثاني نلعب باريحيه اكتر، والحمد لله نزلنا جبنا الثالث وخلصنا الماتش الحمد لله. دي كانت لقاءات مع المدير الفني ولاعبي النادي الاهلي، ومن هنا برضو عايز اشيد بالكابتن خالد بيبو. شايفين شكل الملعب ما شاء الله حاجه تفرح، شكل الملعب بالاعلانات حواليه بارضيه الملعب، يعني تحس ان الملعب ممكن يقام عليه دوري ممتاز، وكمان ده هيسهل علينا خلال الفتره الجايه، واحنا ان شاء الله بننقل مباريات الناشئين على الهواء مباشره هنا على شاشه قناه الاهلي.